السلام عليكم. هذا الفيديو راح يكون أول فيديو ضمن مجموعة فيديوهات راح تعالج موضوع كيف الحماية من الهجوم أو الأتاكس اللي بتحصل على تطبيقات الويب. لما أحكي تطبيق ويب قصدنا فيها عبارة عن ويب سايت، موقع إلكتروني بيتكون من أكثر من صفحة. هاي صفحات مرتبطة مع بعضها بشكل منطقي حسب طبيعة الأبليكيشنز. فينا نوعين من أنواع الهجوم أو الأتاكس راح أركز عليهم. أول نوع اسمه SQL Injection، والنوع الثاني Cross Site Scripting. SQL Injection هو هجوم متخصص في مواجهة قواعد البيانات بحيث يستغل ثغرة. هاي الثغرة موجودة فممكن تسهل على المهاجم انه يهاجم قواعد البيانات. النوع الثاني التاكس اسمه كروس سايت سكريبتنج، وايضا بيستغل ثغرة. هاي الثغرة كان ممكن المبرمج يعالجها بحيث يتجنب وقوع الموقع ضمن خنكي سيطرة الشخص اللي هو ممكن يهاجم موقع عن طريق كروس سايت سكريبتنج. الثغرتين موجودات منتشرات بشكل كثير كبير، وهون خطورتهم انهم منتشرات في كثير مواقع. حسب تصنيف كثير جهات مسؤوله عن تصنيف المواقع الهجمات عبر الانترنت، هم يعتبرون اهم الثغرات اللي بيهاجموا مواقع الانترنت. هذا الفيديو راح اركز على اول بارت اللي هو كيف احنا ممكن نبني بيئه افتراضيه. هاي بيئه افتراضيه ممكن نعمل فيها الانفايرمنت ونجرب كيف ممكن احنا يكون عندنا الاتاك والهجوم، وكيف ممكن نعمل حمايه من الهجوم. فهذا الفيديو راح اركز حصريا على موضوع كيف بناء بيئه افتراضيه. الآن الفيديوهات مقسمة كالتالي. أول فيديو زي ما حكينا راح يكون مقسم بناء بيئة افتراضية باستخدام برمجية أوراكل فيرتشوال بوكس، وأيضا راح نبني مجموعة من اللي هو البيئات الافتراضية أو مسمى فيرتشوال ماشينز. الآن الفيديو الثاني راح أتكلم عن بيئة لينوكس وعن برامج إن ماب وزين ماب المسؤولية عن استكشاف الشبكة. الفيديو الثالث راح أتكلم عن اللي هو ميت اسبلويت، عبارة عن برنامج. هذا البرنامج بيسهل علي أو بيعلمني كيف أنا ممكن أعرف الثغرات الموجودة في الأنظمة المختلفة. فأنا كمبرمج ممكن أعرف أي برمجية بتعامل معها، هاي البرمجية ما هي الثغرات المشهورة والمنتشرة والمعروفة والموثقة. في هنا أيضا راح أتعامل مع موقع هاك ذا بوكس، أيضا عبارة عن بيئة افتراضية اسمها واسب بي دبليو اي، أيضا عبارة عن مشروع اسمه سيد لابس، مشروع مستخدم حاليا بحوالي 1000 جامعة حول العالم وخاص في بيئة افتراضية وعبارة عن هجوم وحماية من هجمات عبر مواقع الإنترنت. زي ما كنا راح أتكلم عن ثغرتين SQL Injection، وهي الثغرات راح نشوفهم ضمن بيئة هاك ذا بوكس وأواسب وسيد لابس. أيضا كروس سايت سكريبتنج هاي الثغرة الثانية، أيضا راح هاي الثغرة نشوفها بهاك ذا بوكس وأواسب وسيد لابس. طيب بداية نعرف شو معنى مفهوم بيئة افتراضية. عندنا بهاي الرسمة بالأسفل هو الهاردوير، هو مكونات القطع الحسية للكمبيوتر الهاردوير، وهو الأشياء المحسوسة. بعدين في عندنا الهوست او اس، عندنا مصطلح الهوست، راح استخدم مصطلح الهوست بشكل متكرر. الهوست هو الجهاز المستضيف، هو الجهاز اللي عندك انت البرمجيه الرئيسيه على الجهاز. مثلا فور اكزامبل انا عندي حاليا الهوست هو ويندوز 10، فهذا البيئه الرئيسيه ويندوز 10. بعد ذلك بننزل احنا برنامج اللي هو مثلا اوراكل فيرتشوال بوكس، هاي اسمها هايبرفايزر. طبعا ممكن ننزل اوراكل فيرتشوال بوكس او في اسمه في سفير او في ام وير، لكن اخترنا فيرتشوال بوكس لانه ما بحتاج لاي لايسنس او اي ترخيص، ومش بحاجه انك تشتريه، فهذا متوفر بشكل مجاني، وممكن راح نتعلم كيف كمان شوي كيف ممكن ننزله. الان بعد ما ننزل احنا الهايبرفايزر ممكن ننزل مجموعه من الجيست زي نظام تشغيل لكن مش رئيسي، ونازل كضيف على البيئه. مثلا ممكن ننزل كالي من لينوكس، ممكن مثلا ويندوز 2003 2007 اكس بي 2010 ويندوز 7، ممكن ننزل اواس بي دبليو اي، فممكن ننزل حتى اكثر من بيئه افتراضيه. بالنسبه للينوكس، واكيد كثير منكم تعامل مع لينوكس، احنا نفضل نتعامل مع بيئه كالي، لانه يعني بيئه كالي هي ديستريبيوشن من لينوكس موزع، وهذا ديستريبيوشن جاهز مع مجموعه البرمجيات اللي بتساعدني انا اقوم باتاك او حمايه من الاتاكس، فهو بيئه مجهزه مع اغلب البرامج اللي بيحتاجوها اللي هم السكيورتي بروفيشنالز. طب لو انا حابب اتعامل مع بيئه لينوكس اخرى ايضا جائز، لكن بيئه لينوكس اخرى قد يكون برمجيات مطلوبه غير متوفره، فانا مضطر انزل بيئه لينوكس ثم انزل البرمجيات انا بحاجه لها، فكالي بيريحني من هذا العبء، بكون اغلب البرامج موجوده. راح يكون الاكسرسايز اليوم او المقطع او الفيديو انه ننزل احنا الهايبرفايزر كاوراكل فيرتشوال بوكس، وننزل نسختين من كالي بحيث يكون عندي 1 هوست و2 جيستس، ونشوف هل في تواصل بين الهوست والجيستس اور نوت. طيب فزي ما حكينا احنا اغلب السكيورتي بروفيشنالز هم بيختاروا بيئه كالي كفيرتشوال ماشين. طبعا داخل الفيرتشوال بوكس انا ممكن اعمل لود لكالي،
ممكن اعمل بوز لبيع تكالي، اعمل ريستارت، اعمل شت داون، فاصبح عباره عن زي كانه برنامج بسيط موقع رئيسي او ضمن النظام التشغيل الرئيسي. طيب هذه الخطوات راح نكون فيها باول فيديو. اول شيء انستول اوراكل فيرتشوال بوكس او حنسميها هايبرفايزر، راح نبدا هذه الخطوه. في هنا مجموعه من اللينكس، هذا موقع هو virtualbox.org الخاص بتنزيل الفيرتشوال بوكس، وانا اوريدي نزلت سابقا له، لكن روح على الموقع خلينا نشوف كيف طريقه التنزيل. هذا موقع اللي هو الفيرتشوال بوكس، وهذا اللينك وباقي اللينكس اللي احتزمنا بهذا الفيديو راح احطها في الديسكربشن لهذا الفيديو. في هنا بجانب اليسار في هنا داونلود، بختار البلاتفورم او البيئه المناسبه، مثلا اذا كان عندي انا الهوست هو ويندوز بختار ويندوز هوست، اذا كان عندي الهوست هو او اس بختار او اس او لينوكس او سولاريز. انا عندي فور اكزامبل الهوست هو ويندوز فبختار ويندوز از هوست، ببدا اعمل داونلود. ففي جا انتظروا انا اوريدي عامل داونلود ومجهز فولدر اسمه في ام داونلودز، فهذا هو برنامج هو اوراكل فيرتشوال بوكس. راح ابدا الانستليشن للاوراكل فيرتشوال بوكس. هون بيعطيني خيارات العلاقه بالانستليشن، فور اكزامبل do you want to have virtual USB support, do you want to support networking، وراح نشوف شو معنى networking، هو التواصل بين الفيرتشوال ماشينز المختلفه او بين الفيرتشوال ماشينز والهوست، يعني ما بين الهوست والجست او بين الجست مع بعض او ما بين العالم الخارجي. في هنا شيء اسمه بريدج نتوركينج راح اتكلم عنه في الفيديو الثاني، وفي هنا شيء اسمه هوست اونلي نتوركينج، وفي هنا ايضا سبورت لبايثون. هون اخترت انزل كل هالكومبوننتس، نعمل نيكست. في هنا ايضا خيارات علاقه بالانستليشن، do you want to create a startup new entries، do you want to create a shortcut on desktop، do you want to create a shortcut on the quick launch bar، do you want to register file associations. على معنى register file associations، لان عاده في بعض الملفات في لها امتداد معين زي OVA، OV اختصار open virtual appliance، فهذا الامتداد بيفتح باستخدام الفيرتشوال بوكس. لما اعمل انا اسوشيشن او ما اعملش، مقصود فيها كالتالي، لما اختار ملف OVA او اذا عندي ملف OVA زي ما هو ظاهر عندي بالخلف ملف OVA، فهذا الملف راح افتحه باستخدام الفيرتشوال بوكس. حاليا انا عندي فيرتشوال بوكس مش نازل، فملف OVA ما اتعرف عليه، لكن OVA ممكن اعمل اسوشيشن او ارتباط بحيث يصير يفتح باستخدام الفيرتشوال بوكس. طيب نكمل الانستليشن. بيعطيني هون warning انه اثناء الانستليشن انا ممكن اضطر اعمل disconnection للنتورك بحيث انا اتعرف على النتورك درايفر او نتورك ديفايس عندك. انستول بيعطيني هنا تاكيد انه you want to install. طبعا الوقت اللازم للانستليشن بيختلف حسب سرعه الجهاز. اوكي انستليشن دان، شغلنا الفيرتشوال بوكس، ظهر بالخلف هاي بيئة الفيرتشوال بوكس. طبعا حاليا انا عندي سابقا من بيئات سابقه كنت منزل مجموعه من الفيرتشوال بوكس فور يعني اكسبيرمنتيشن، في عندنا 3 فيرتشوال بوكسز سابقا اصلا موجوده. هاي الشاشه خلينا نتعرف عليها. في الجانب اليسار بيظهر عندي كل فيرتشوال بوكس نازل عندي على الجهاز كبيئه افتراضيه، ولما اختار اي فيرتشوال بوكس فعندي خيارات ممكن اطبقها تو ستارت ذيس فيرتشوال بوكس. راح اتكلم بس عن نقطه، الان داخل بيئه الاوراكل فيرتشوال بوكس اذا اخترت من قائمه فايل واخترت بريفرنسز، بهاي الحاله بيعطينا خيارات لها علاقه بالفيرتشوال بوكس بشكل عام. فور اكزامبل نتوركينج، ما بتكلم عن نظام معين، لا بتكلم اوفر اول، انا عندي خيارات لها علاقه بالنتوركينج بشكل عام بتخص اللي هو الهايبرفايزر او برنامج الفيرتشوال بوكس. الان في المقابل اذا اخترت احدى الفيرتشوال ماشينز وعملت عليها كليك او رايت كليك مع سيتنجز، عندي خيارات زي برضه نتوركينج، لكن هون خيارات مختلفة لها علاقة بالفيرتشوال ماشين اللي انا اخترتها. طبعا ملاحظين عندي بظل عندي ادابتر 1 2 3 4، انا ممكن كل فيرتشوال ماشين اربطها مع اكثر من شبكة. فبهي الحالة نزل عندنا بيئة اللي هو الفيرتشوال اللي هو بوكس. طيب راح ارجع على السلايد هون. الخطوة اللي بعدها انستول فيرتشوال ماشينز، واحنا عندنا ملفات من نوع او في اي، وهذا هو الرابط. الرابط اسمه كالي.org، راح انزل اللينك في الاسفل، روح على اللينك. كالي.org ممكن انزل انا نسخه كالي، ممكن يكون نسخه كالي عباره عن 64 بت، ممكن يكون عباره عن
32 بيتس وحسب نوع الكمبيوتر عندي. طيب كيف ممكن اعرف نوع الكمبيوتر عندي؟ راح افتح هو الكمبيوتر براوزر ماي بي سي، رايت كليك بروبرتيز. لاحظي عندي هنا نوع نظام التشغيل هو 64 بت، عندي ويندوز 10 وهو 64 بت، فانا بختار البيئه هي 64 بت. اي هوب هذا الكلام يكون كلير. نرجع هنا، فانا مهتم ب 64 بت، لكن انا مش مهتم انزل كايزو او انستولر، لانه هذا الخيار متى بيلزمني انا اذا بدي انزل لينوكس لحاله على الجهاز، يكون هو فعليا هو الجهاز نظام التشغيل الوحيد على الجهاز، لا انا حاب انزله كجست. في عندي بالاسف الخيارات انه حاب تنزل كالي 64 بت على الفي ام وير، حكينا في ام وير هو من اي بي ام بده لايسنس، او 32 بت او فيرتشوال بوكس. احنا حديث عن فيرتشوال بوكس، اما 64 بت او 32 بت. راح اختار 64 بت، بروح على اللينك، موقع اسمه اوفنسيف سكيورتي. معنى اوفنسيف انه عندي اتاكينج سبيريت، انه فعليا انا ببني الشبكه بحيث اقوم بعمليه اتاكينج. طيب في عندنا اوفنسيف او ديفنسيف. فهون عندنا بيئات افتراضيه في ام وير، فيرتشوال بوكس او هايبر في. فاختار احنا فيرتشوال بوكس، راح اختار 64 بت، حجمه 3.3 جيجا، بعمل داونلود. طبعا باخذ بعض الوقت، انا اوريدي عامل له انستليشن سابقا. هذا ملف او في اي، لاحظي ملف الاو في اي اصبح فيه له ايكون محدد اللي هو اللون الاورنج. ليش؟ عشان نتعرف نوع الملف. سابقا قبل ما انزل فيرتشوال بوكس ما كان يتعرف على نوع الملف الاو في اي، ما كان يعرف الاو في اي شو نوعه، لان اصبح يعرف ان الاو في اي هو عباره عن ملف خاص بالفيرتشوال بوكس. طيب كيف راح اضيفه على الفيرتشوال بوكس؟ راح ارجع على الفيرتشوال بوكس، من قائمه فايل في شيء اسمه امبورت ابلاينس، لان احنا نتعامل مع كابلاينس، ابلاينس اذا كان عباره عن جهاز. امبورت ابلاينس، بروح بعمل براوزنج، بروح على الفولدر المقصود، بختار الـ OVA اللي هو نزلت فيه، عملت فيه داونلود للـ OVA فايل. نيكست، عندنا هون خيارات، أنا أوريدي سبق هاي البيئة افتراضية ضفتها، فحتى ما يصير في تعارض، في بالأسفل خيار اسمه Generate New Mac Address، بحيث إنه هاي الـ Virtual Machine يعملها New Physical or Mac Address. Import، في عندنا هون Agreement، License Agreement، باخذ بعض الوقت في التنزيل. وبعدين لاحظوا على الجانب اليسار في عندنا حاليا ثلاث بيئات افتراضيه، بعد اضافه هذه البيئه الافتراضيه راح يصير عندنا اربع بيئات افتراضيه. تقريبا انهى عمليه اللي هو امبورتنج. اوكي انا عملت امبورتنج واصبح عندي فيرتشوال ماشين في الجانب اليسار، راح هاي العمليه اكررها مره اخرى بحيث يكون عندي تو فيرتشوال ماشينز بهدف اجرب فيهم بعض الامور. ايضا نتذكر موضوع اللي هو generating new mac addresses agreement، agree to the agreement. على وشك ينتهي الان البيئة الثانية ايضا. اوكي اصبح عندي انا two virtual machines بالاضافة للهوست اللي هو عبارة عن نظام التشغيل الرئيسي. طيب راح اجرب بعض الامور الان. بداية في نظام التشغيل الرئيسي راح اعرف ما هو الـ IP address. فمن الـ start menu تشغل امر CMD command prompt، فاما معي كليك على CMD او بعض الاحيان بعض الاوامر بدها admin privilege، فممكن اعمل right click و run as administrator. هذا حاليا انا مش بحاجة للموضوع، فانا راح بس اعمل كليك على command prompt. في command prompt راح احكي له IP config. IP config هدفها اعرف الاي بي ادرس خاص في الجهاز الرئيسي. الان الاي بي ادرس هنا هو 192.168.140، راح اسجله لان راح اتعامل معه بعد قليل. فالاي بي ادرس خاص في الهوست، عم نسميه الهوست 192.168.140، هذا الخاص في الهوست. طيب ننتقل للفيرتشوال ماشينز، بختار واحدة منهم، بعمل ستارت. طبعا ممكن ياخذ بعض الوقت ستارت، حاليا بقوم بتحميل بيئة افتراضية اوراكل فيرتشوال بوكس، نختار تحميل لينوكس.
حاليا ظهر هو الديالوج اللي هو اللوجن ديالوج، فادخل اليوزر نيم والباسورد. في ملاحظه، في سابقا في بيئه كالي كان عاده اليوزر نيم والباسورد الديفولت هم عباره عن روت وتور، يعني روت هو اليوزر نيم وتور هو الباسورد. فاذا في بيئه كالي قبل 2020 فكان اليوزر نيم روت والباسورد تور، حاليا اليوزر نيم والباسورد هم كالي كالي. طبعا ليش هذا الهدف؟ سابقا كان روت يوزر في الويندوز تيرمينولوجي احنا بنسميها ادمن يوزر، هو عباره عن سوبر يوزر عنده صلاحيات يقوم باشياء كثيره على الجهاز. حاليا اصبح الديفولت يوزر اللي بيجي مع الكالي ديستريبيوشن هو كالي كالي، والنورمال يوزر without admin privilege. فراح اختار اليوزر كالي والباسورد كالي، دعم اللوجن، فهذا هو الديسكتوب الخاص بكالي مع جرافيك انترفيس. طيب راح اشغل ايضا الفيرتشوال ماشين الثانيه. راح احاول اعرضها سايد باي سايد مع الاذر فيرتشوال ماشين. ايضا ظهر اليوزر باسورد كالي كالي. الان راح اعرض التو فيرتشوال ماشينز سايد باي سايد حتى اميز بينهم. راح اغير الباك جراوند، رايت كليك، ديسكتوب سيتنجز، الباك جراوند، بدايه الستايل بحوله من زوم بخليه نان، وبختار هو السوليد كلر، بختار لون معين مثلا ممكن لون اخضر اذا رغبتم. السكند فيرتشوال ماشين ممكن ايضا اغير الباك جراوند، ايضا بخليه نان والسوليد كلر، ودي اختار لون مختلف ممكن نحكي ازرق. بحيث بس اميز بين التو فيرتشوال ماشينز. في عندنا ايضا هنا في الاعلى تيرمينال، التيرمينال هو بيشبه الكوماند برومبت في الويندوز. طبعا الخط بحجمه صغير، في من قائمه ايديت ممكن اكبر الخط عن طريق الزوم ان كنترول بلس بلس، فراح اكبر الخط شوي صغيره بحيث يصير ريدابل الفونت. طيب الان زي ما احنا عملنا في الويندوز اي بي كونفيج، هون عندنا كوماند اسمه اي اف كونفيج. بحكي كوماند نوت فاوند بسبب زي ما حكينا انا بتعامل مع كالي وعباره عن نون بريفليج يوزر، فراح اسبقه بامر سودو. سودو اختصار سوبر يوزر دو، بمعنى اخر قوم بهذا الكوماند كما لو كنت انت سوبر يوزر، يعني يوزر ادمن معك صلاحيات. بعمل انتر حتى يتاكد انا سوبر يوزر. لازم ادخل له الباسورد. طبعا مش اخذ الباسورد، دخلت كالي، ظهر عندي اللي هو الاي بي ادرس 10.0.2.15. طيب ننتقل للسكند فيرتشوال ماشين، ايضا نكبر خط شوي صغيره. سودو اي اف كونفيج، ايضا بطلب مني الباسورد. هون الخط اصغر فطلع بشكل اوضح الخط الفونت 10.0.2.15. طبعا في عندنا اشكاليه انه التو فيرتشوال ماشينز اعطاهم نفس الاي بي ادرس، واي راح اشوف. وايضا النتورك رينج مختلف عن اللي هو الهوست، فملاحظ كان عندي الهوست هو 192.168.140، الجيست اعطاني اياهم 10.0.2.15، والسكند جيست ايضا 10.0.2.15. فعندنا هنا نتوركينج بروبلم، فخلينا نجرب. على كل حال بدي اجرب من احد الجيست، اعمل بينج مثلا موقع جوجل. لاحظين في عندنا ريبلاي، فاذا جوجل از بينجبل، انا قادر اعمل بينج لجوجل. لكن لو عملت بينج للهوست 192.168.140 اوكي فايتس اولسو بينجبل. طيب خلينا نشوف الان العكس. الان اذا انا فعليا من داخل الفيرتشوال ماشين كنت عامل
قاعد اعمل بينج للهوست وكنت قاعد اعمل بينج للعالم الخارجي. خلينا ننتقل لا هذا الكوماند برومبت داخل الويندوز سي ال اس حتى بس افضي الشاشه بينج من داخل الهوست بينج لجوجل دوت كوم يس اتس بينجبل. لكن لو حابب اعمل بينج لواحد من ال هنكي الجست ماشينز 10 0 ال215 لاحظين بعمل بينجينج وما في ريبلاي. فرصة نحكي البينجينج هو عبارة عن ارسال باكيت او ارسال بيانات للطرف معين وانتظار رد. فاذا وصلنا الرد معناته تكون البيانات ذهبت باتجاه هذا الجهاز ورجعت الي. ف اتس لايك بينج بونج زي التنس طاولة بينج ذهاب وبونج اياب هيك كان الاسم القديم لتنس الطاولة. طيب فهذا اللي حصل حاليا بعالم الشبكات. طيب اخر ملاحظه عملها هذا الفيديو راح ارجع على الفيرتشوال بوكس و رايت كليك على احدى الفيرتشوال ماشينز سيتنجز كنتورك النتورك اسمه نتورك مود حاليا اسمه نات. فالنتورك مود الديفولت الافتراضي اللي بيجي مع الفيرتشوال بوكس سواء كان كالي او اي فيرتشوال ماشين اخرى الديفولت هو نات. والنات زي ما لاحظنا بيسمح لل الجست يتواصل مع الهوست من خلال بينج او من خلال يعني ممكن حتى براوزنج. بيسمح ايضا للجست يتواصل مع العالم الخارجي لكن العكس لا. فراح اتكلم عن هذا الكلام بالفيديو التالي. قبل ما ننهي هذا الفيديو راح بس اعمل كلوز للفيرتشوال ماشينز باور اوف وايضا كلوز للسكند فيرتشوال ماشين. الآن بالفيديو الثاني راح نتعرف على موضوع النتوركينج وكيف بحصل النتوركينج بعالم الفيرتشوال بوكس.